مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقياكم، التواصل معكم، اش اخباركم، لاباس عليكم، كي داز عيدكم، ارتحيتوا؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم غادي يبدا لقاءنا ولا غتبدا منتصف الاسبوع ديالنا مع الموضه، وحاضره معنا ومشرفنا لاله خديجه الحجوجي، خبيره الموضه ومصممه الازياء التقليديه. مرحبا بك لاله خديجه. اهلا، مرحبا بسكينه، ومرحبا بمستمعي المستمعات والطاقم اللي كيرافقنا دائما، وعيد مبروك بصحه وسلامه، وان شاء الله ندخلوا الموسم ديال الصيف ونكونوا بخير، وان شاء الله نستغلوه. واللي مازال ما خداش الريزلت ديال الباك الله يسمعهم بالخير يا ربي يا كريم. مرحبا وعواشرك، مباركه مسعوده باش متمنيتي ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وبكل ما كتمني. كي داز عيدك؟ مزيان الحمد لله. الحمد لله العيد ديالنا الحمد لله داز بخير وعلى خير، لان كان عندنا واحد المشكل اللي هو الحاجه اللي كانت عندنا. الحمد لله على سلامتها، الله يشفيها. الحمد لله خرجت الليله ديال العيد وكنا فرحانين بزاف، والله استجب الدعاء ديالنا، والحمد لله والله يزيد فرحتها يا رب يا رب. امين. وعواشركم مباركه مسعوده، والحمد لله على سلامتها وان شاء الله بالشفاء العاجل يا رب يا رب. لاله خديجه دابا الصيف دازت صافي، دابا عرفتي دابا لي ستيليست والخياطه والمعلمين وداكشي كلشي عاد تنفس. وي ولكن لا شويه هذه لا بيريود ديال العراسات وديال لي ماغيي هادو كيجيو، كاين اللي كتجي على حتى لا ديرنيغ مينوت كتبغي شي حاجه اللي هي واجده، وعاوتاني خاصك الا درتي الكلمه مع الناس خاصك تكوني هدف في الكلمه وفي المواعيد ديالهم. ولا بدا كنخصوا لينا حنا واحد الوقيت اللي كنسافروا فيه وكنرتاحوا فيه، ولكن حتى كنساليو كلشي عاد كيمكننا حنا نسافروا وناخذوا العطله ديالنا. مرحبا لاله خديجه. ملي كنتكلموا دابا على فصل الصيف عندنا جوج حويجات، كاينين كاينه العطله اللي كيعجبها انها تلبس لاطوش البلديه في الكونجي ديالها، وكاين الموسم ديال الاعراس، انسان معروض. غنخليو حنا ان شاء الله في الحلقات المقبله باش نتكلموا على العروسه، ولكن قبل منها نبغيو نتكلموا حتى على المعروضين. دابا انا شفت هذا العام كاين لي طوندونس كولور فلاشي، كاين يلا كنا كنديو عليها دابا، كاينه طوندونس ديال لولان حضر بزاف، حضر الكريب، حضر المسلين، حضر الشبكه، حضر الدونتيل هذا العام، هذا كريب جورجيت، المسلين، كلشي كلشي لي تيسيو اللي كنخدموا بهم، وكاين الوان رائعه خفاف ومرتاحين نعم الوان رائعه جدا هذا العام. نعم في متناول الجميع، وقد يلبسهم السيدات لانهم جميع انواع البشره، يعني سواء تكون بيضاء ولا تكون سمراء ولا، فالالوان موجودين، الاختيار موجود تبارك الله، وكل واحد على حسب الميزانيه ديالو، على حسب الذوق ديالو بطبيعه الحال. لاله خديجه، هنا كيفاش نقدروا نديروا مثلا بحال دابا جليبات القصص راهين هكذا خفيفين، اولا يعني لي تونيك بحال هكذا اللي نقدروا نلبسوهم يكونوا مسافرين، داكشي يكون خفيف هكا ومبرد، الواحد تيبدا يقلب تبارك الله الحراره اللي كاينه بطبيعه الحال. الاثواب اللي كننصح بها الناس يلبسوها دائما كنقول لولا، لولا هو اللي في واحد التوب ما يخلعهمش التكماش ديال لولا، فلولا هو اللي في سبيسيالمون ليتي، هو خيط 100%، واخا كيتكمش الناس ما يضايقهمش التكماش ديالو، لان الحلاوه ديالو في التكماش هذاك لولا. حتى الجيم تبارك الله راه وجد عندنا بواحد واحد الشكل كبير، وجد عندنا في المغرب الجيم، تا هو كنصح الناس يلبسوه. كاين الفيسكوز، تا هو واحد الثوب اللي نص 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 ما بين الحرير ومبرد، تا هو مبرد. والكريب بالنسبه للقفاطن، جلالب، الكريب بالنسبه للباسيل، كريب جورجيت بالنسبه، يعني عندنا جميع تبارك الله كل شيء وجد عندنا في البلاد. بالنسبه للبيسات ديال المعروضات، ما نقولش ديال العرايسات، اللي شفت هذا العام كاين الميلونج الالوان، مثلا كنلقاو داك المسكي او داك الصفر البارد مع واحد الدرجه من درجات الموز، تلقاو الكوغاي مع الفيغازور، كنلقاو التوب لامبريمي المزوق من التحت وفوق الاوني مروز او مخدوم. فهاد العام واش كاين الخلط بين الالوان؟ ما خداميش طونسيون كيف هاد العام كيف السنوات اللي فاتت، لان لي كولور اللي كينزلوا راه تقريبا بشكل نفس الشكل، غير كتزاد عليه واحد اللمسه او كيتزاد واحد اللون او جوج الالوان اللي كتزاد في هذا العام الاخر اللي جاي. فجميع الالوان، وخا السيده تكون عندها شي لبسه اللي هي قديمه ولا تكون عندها شي لبسه اللي دارتها هذه عامين، واحد اللون اللي هو مفتوح، واحد
الخدمه اللي هي خفيفه هي علاش لا ماشي غنبقاو دائما غادي نبقاو نوجدوا. ولكن لا طوندونس ديال الصيف راه دائما الالوان ديالها معروفين لي كولور باستيل لي كولور كلير اللي ما كيبانش فيهم العرق وهذا الشيء. نعم حنا اكيد مزايين معك ليلى خديجه، غنبقاو مع فاصل موسيقي ونرجعوا نستقبلوا مكالمات المستمعين في انتظار انكم تهيئوا انفسكم بطبيعه الحال نجاوبوا على كل اسئلتكم مع خبيره الموضه ديالنا ليلى خديجه الحجوجي. اذا لحظات وراجعين لكم مستمعينا. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال موصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكل وفي انا بكل مستمعينا. لقائنا مازال معكم بطبيعه الحال حتى الوحده ومشرفه ومنوره كالعاده لاله خديجه الحجوجي خبيره الموضه ومصممه الازياء التقليديه للاجابه على كل اسئلتكم. ناخذوا بعض الاسئله لاله خديجه. مرحبا. سؤال كيقول السلام عليكم اختي سكينه والاخت خديجه، عندي تكشيطه في البوردو، اين لون الفولار اللي نلبس معها وشكرا. لبسه في البوردو كنقترح عليها دير فولار ديال لاسوا، فولار ديال لاسوا يكون فيه البوردو والبيض. اييه باش يخرج لينا اللون. سؤال اخر، تحيه هادي في الصراحه كتقول عيد مبارك سعيد والحمد لله على سلامه الحاجه لاله خديجه. مرحبا بلاله شفيقه شكرا. سؤال اخر كيقول السلام عليكم، عندي قفطان كرونه مخيط بالذهبي، اين فولار اللي نقدر ندير معاه؟ الكرونه طوندونس هاد العام الناس ديال الكرونه. نعم رجع طوندونس هاد السنه هادي، والمشكله انا كنقدروا نلبسوا حتى في الصيف واخا مغموق اللون كيجي روعه. البوردو اون بيل كولور سورتو اللي كان شي مره اللي البشره ديالها بيضاء ولا كيف ما شفنا. انا دابا عشت واحد لاكرياسيون ديال لاله خديجه روعه الله يعطيك الصحه. ما شاء الله رجاليه ولكن الله يعطيك الصحه. ما شاء الله انا خدمنا في السوزدي هاد طوندونس هاد الوقيته هادي، خدمنا في السوزدي بزاف بالنسبه للاثواب الرجاليه وكلها كانت في المستوى وكلها جات لا طومبي ديالها مزيانه ودرنا من تحت منها اللون الابيض بالنسبه للرجال. كان هائل جدا السوزدي في هاد الشهور هادو خدمنا به بزاف. ولي كولور بزاف اللي كيمشي لهم اللي كيمشي للبوردو. بزاف الناس كيجيو كيقول لك بغيت قفطان بوردو، بغيت هادي الجلابه بوردو. ممكن الناس قرب لهاد اللون هاد العام هذا والناس عاجبهم هاد اللون هاد العام. كولور البوردو سان بيل كولور. كتجي زوينه بزاف وكتجي مواتيه بطبيعه الحال اللون ديال البوردو. بالنسبه للسيدات دير فولار بوردو، هي كانت جلابه دير لها فولار بوردو. اييه غادي ناخذوا معنا سؤال اخر كيقول السلام عليكم، عندي اولا عافاك عندي هاد الثوب كريمه هو بحال البيض وبغيت ندير به جلابه بالحق ما عرفتش من اللون ندخل عليه. انا غادي نكبر الصوره ديال الثوب باش يبان لنا بيض مايل شويه للبلانكاسي. غادي ندخلوا معاه الماهو باش شويه نحيدوا ديك الشحطه البيضاء. ندخلوا معاه المارون والبيج ديكغادي، ما نديوهاش في اللون الجلابه نهائيا، ولكن الالوان اللي غنخدموا بهم بالبيج والديكغادي ديالو اللي هو المارون. اييه نعم. ناخذوا بطبيعه الحال مكالمات المستمعين. ناخذوا معنا لاله حوريه من وجده. مرحبا بك لاله حوريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروكين ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا. علينا وعليك لاله الله يطول لنا عمرك. باش مات منيسي الثوب ديال جوهره في الفيغ او مشرط قلت له التحتيه ديالو بغيت نديرو للحضور. اييه بغيت نديرو يعني انا تكشيطه بغيت ندير غير جلابه وقميص ما عرفتش باش نخدمو. اياه خدمي 80 كيلو يعني شويه سمينه عندي 1.60 في الطول. ماشي مشكل، المهم ان جلابات يكون عندك بعدا الميتراج اللي غادي يخرج لك بها واحد القياس اللي هو كبير، والخياطه غتصوبيها براندار عندها كتجي هائله جدا مع جوهره. هذا اقتراح تخدميها بلونها وتدخلي معها شويه ديال اللون الابيض ولا البلونكاسي والذهبي او لا الارجونتي بالنسبه للسقلي. وبغيتي تخدميها بزواق السوق بلديه خدميها، ولكن كنقترح لك راندار غادي تجيك هائله جدا والاختيار تيبقى ليك. شكرا. مرحبا شكرا. مرحبا لاله بكل فرح وترحبوا بالجميع عبر ارقامنا الهاتفيه المفتوحه 0522 46 52 52 او 0522 88 0060 ولا 61 ولا 62. اذا اهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين وبكل مكالماتكم، ودائما معنا لاله خديجه للاجابه عليها. غادي ناخذوا معنا تتمة الأسئلة ديالكم طبعا الحال مستمعينا لاله خديجة. كاين واخا ناخذوا معنا السؤال الموالي. إذا السؤال كيقول
سلام سكينة، كنت سولتكم على هاد الثوب وجاوبتوني وقلتوا لي نديروا قفطان، بغيت نعرف الا جات على خاطركم اللون باش نخيط واللون الساك والصباط والزيف. انا غادي نكبر السؤال. هذاك الثوب الابيض فيه شويه الغوز، غادي نخدموه بهذوك الغوز اللي فيه دوك رشيشات الغوز. اييه غادي يجي مزيان. وبالنسبه للصباط والصاك، الا عندها كيفاش تاخذ صباط وصاك في اللون الغوز ديال الخياطه مزيان، ما عندهاش تقدر دير الا عندها شي صباط باج اولا بلون كاسي اللي غادي يمشي لينا مع لي كولور كاملين باستيل عندنا. بالنسبه للفولار هاد المره تنقولها دير فولار غوز، ما ديرش فولار ابيض. غادي يجي يخرج اللون. نعم، تجي لبسه هائله جدا. نعم. ناخذوا مكالمه هاد المره لاله مديحه من سيدي قاسم. مرحبا لاله مديحه. لاله خصك تصبر سكينه ديالنا، نهار كبير هذا وكبير بزاف. الله يحفظك. مرحبا لاله، الله يكبر فيك. عندنا في العالم. الله اكبر، الله يكبر فيك لاله خصك. ماشي نفاق هذا وانما كلمه حق. حاشا حاشا لاله، الله يحفظك. الله يحفظك قلبكم الكبير والزوين، الله يطولنا عمركم. يعني نمبر 1 في الموند، هادشي ما نقولوا في حقكم. ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم. هادشي ما نقولوا. امين يا رب، الله يكبر فيك. شكرا لك. شكرا للاستاذه ديالنا خديجه. مرحبا لاله، مرحبا، الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. الله يجازيك الله. لا ما شاء الله، ما شاء الله. يعني بدات كل شيء للمغرب، ما خلات لهم والو. الله يحفظك لاله، شكرا. ولحسن لينا الرتبه الاولى، يعني كتستاهلوا فغير كتستاهلوا. الله يكبر بك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك لاله. مرحبا تفضلي. فاكره كان ممكن؟ مرحبا. انا يعني عندي 18 عام وكنلبس الخمار. اياه. ويعني ما كان باغي يعني بهذاك الشيء، باغي نلبس واحد السيجون، يعني راك عارفه 18 عام باغي نلبس ذوك لي كولور كيكونوا مبيزين غوز بيبي، يعني شي حاجه فوشيا. ايه اللي كنلقى ما كنلقاش، يعني دوك الفلورات الكبار ما كنلقاش نفس لا كولور، دائما يعني في الكرونا مغلوق في الكحل في الزرق. راك عارفه الفلورات اللي كيكون يعني شي يعني حتى شي باغا شي كيش كتبان عصريه. نعم، انت دابا كتهضري لي على الفوله اللي بغيتي ديري ياك؟ بحال هكا، يعني انا كيعجبني كنلبس معاهم يعني لي فيست كنعمل لهم. اييه علاش لا؟ يعني بوسيطات كنلبسهم، كنلبس للطاكون ولكن كنصعوبات كنلاصق الالوان. لا كاينه لاله، كل شيء موجود. انا كنقترح عليك انك تشري اثواب ديال المسلين، ذاك المسلين طايح تبارك الله، موجود في الالوان وفي الالوان اللي غادي يعجبوك. وغادي تاخذي الميتراج مثلا، غادي تاخذي الا كنتي كديري الشال غادي تاخذي 2 متر او 2.5 متر وتقسمي هذاك الثوب على جوج، غادي يخرج لك 2 ديال لي شال، وغادي ترقيه بالماكينه من الجناب، وهانتي صوبتي فولار في اللون ديالك اللي كيعجبك او الشال في اللون ديالك اللي كيعجبك. بغيتي فولار غناخذوا نفس الثوب وغادي نعبروا مثلا 1.20 متر على 1.20 متر وغادي نديروا فولار مربع وغادي نخيطوه من الجناب، وغادي نكونوا صوبنا بيدنا واحد الفولار اللي غادي اللون اللي ما غاديش نلقاوه في السوق كفولار، ولكن اللون اللي عجبنا وغنقدروا نلبسوه ونرتاحوا فيه. كل شيء موجود، هي مجرد فكره فقط. ايوه واضح لاله مديحه. شكرا لاله سكينه، الا كان ممكن الله يجازيك بخير. بغيت النمره ديالي الدكتور قريبان يا الاستاذ ديالنا العظيم الدريبي. مرحبا لاله، نرجعك ستوندار تو دو سويت وتاخذي الرقم الهاتفي اللي بغيتي بكل فرح. اهلا وسهلا ومرحبا بلاله مديحه. غادي ناخذوا سؤال اخر كيقول مبروك عيدكم ولاله اختكم، الله يعطيك لاله اختك. سولي ديال لاله خديجه، عندي هاد التوب نواغ فيسكوز وبغيت ندير شي حاجه سامبل وراقيه، نصحيني. فوالا ما قالتناش بغات بلدي ولا رومي، بغات شي حاجه راقيه تقدير تقليديه او العصريه. ما قالتش غالبا تكون غادي ندير شي حاجه فيسكوز. الفيسكوز دائما نقدروا نديروا حتى ملابس عصريه، فيسكوز زوين، توب طايح اللي كان لا طومبي ديالو مزيانه، يقدر يجي جلابه، يقدر يجي قفطان بالحزام، يقدر يجي جابادور، يقدر يجي قندوره، ونقدروا نديروا حتى في اللباس العصري كقميجه او نديروا سروال عريض او لا. يعني الفيسكوز توب اللي كنستغلوه لجميع الانواع ديال اللبس سواء عصري او لا بلدي. اذا في جميع الاحوال تقدر تخيطوا حتى الا درتو جليبه غيجي زوين. بغات تخيطوا جلابه غيجي هائل جدا، ولكن بالنسبه للخياطه ديروا بالبرشمان ولا ديروا بواحد نص تزهيري بعقيدات فقط، غيجي هائل جدا. انا الثوب ديجا باين لي زوين والطومبي ديالو مزيانه عاطيه. نعم. هو شكر راسو وخدم راسو. نعم. غادي نواصلوا بطبيعه الحال معكم مستمعينا، ولكن لحظه غادي نتوقفوا مع فاصل موسيقي ونرجعوا نواصلوا في استقبالكم. واهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا.
دائما موصلي معكم مستمرين معكم مستمعين الكرام على ميد غاديو برنامجكم سيداتي سادتي ومحاضره معنا ومشرفانا كالعاده لاله خديجه الحج وجي الاجابه على كل اسئلتكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ومره اخرى عباشركم بركه مسعوده وتحياتي لكم. غادي نواصلوا في استقبال اسئله ومكالمات المستمعين. غادي ناخذوا معنا وبطبيعه الحال نذكركم بارقامنا 0522 46 72 52 اولا 0522 88 0060 ولا 88 0061 ولا 88 0062. ناخذوا سؤال لخديجه كيقول واخا سؤال كيقول السلام عليكم عوده ميسو ربي بالمزيد من العطاء وشكرا جزيلا لام يونس. المستمع اللي دوات على الفيسكوز قالت لنا بغات ديروا بلجي دان جليبه. نعم قلت غادير لها جلابه بالبرشمان او لا نص التياري. سؤال اخوك يقول سلام اختي سكينه مبروك عيدكم راكم منورين علينا وعليك لاله شكرا. عافاك بغيتك تسولي لي الاخت خديجه الله يخليها الله يخليها لينا عندي توب ديال التليجه فيه ثلاثه الالوان القهوي والزرق المفتوح والشيبي. عافاك بغيت نديرو تكشيطه اش من توب ندير ليه لداخل واش من لون واش من واش من لون الارضيه وقال واش من لون الارضيه الشيبي يمكن لون الارضيه شيبي تقول انا بيضه نعم ملي كيكون عندنا شي توب ملون دائما كنمشيو للون ديال الارض. لون الارض هو اللي غيكون غالب كيف ما كان يا اما المارون ولا البلو ولا داك البلو سيال غتاخذ اللي هو غالب هو اللي غديرو قفطان تحتاني اييه وتخدمها ما قالت لي ما قالناش واش فيها سقلي ولا لا لا ما قالت لي نجي تليجه تليجه الا كانت تليجه ما فيهاش سقلي تخدمها غير بالحرير بواحد السفايف يكونوا مزيونين رفع سفايف والعقاد بلا سقلي تليجه بعض المرات كنبغيو نلبسوا واحد اللبسه هكا عشيه معرودين ولا ماشي ضروري نديروا فيها السقلي وديرها غير بالسفايف ودير لها العقاد ودير لها واحد الفصاله اللي هي مزيانه وتلبسها بالصحه والراحه. نعم. سؤال اخر كيقول السلام عليكم اختي عافاك بغيت نعرف اش من لون نخيط به التوب كريب سومون واللون زيف وسبات. ان كريب سومون تخيطو لونو ودير عليه يا اما لو ديغرادي يا اما تمشي للفيغ او الفيغ او اولا اللون الاخضر كيتماشى بزاف مع السومون اما الديغرادي ديالو في الفرونسي يا اما الفيغ البيض. نعم حتى البيض كيتواتى البيض كيعجبني بزاف مع الصومون كيجي زوين الصومون كيتواتى معاه البيض كيتواتى معاه الفيغ او كيتواتى معاه الديكغادي ديالو اللي هو المغلوق. سؤال اخر كيقول عافاك خويا غيمشي يخطب بغى يلبس لبسه تقليديه في نفس الوقت عصريه يديرها مع سروال عادي ممكن تقترحي عليا التوب والخدمه اللي ممكن ندير واش من لون حيت هو لونه سمر شويه والله يكمل بالخير لاله. واش بغات تلبسها سيتادير زعما اون فيست تلبسها مع سروال عصري يمكن هادشي اللي كتقول. نعم دير اون فيست سو فورم دو فيست روميه ودير فيها واحد التوش ماروكان واحد الخياطه اللي شويه واحد الخديمه بلديه ديال المعلم تكون نازله من جوايه بجوج واحد العقيدات من جوايه بجوج ويلبسها مع سروال وقميجه ديال عصريين ودلال الفصاله ديال الفيست. نعم سينو يلبس واحد القفيطن ديال السوزدي ويدير تحت منه واحد السراول قندريسي وقويمجه بيضاء وغادي يجي يجي من داك الشيء تبارك الله. هنا دابا كنشوف لا طوندونس بزاف القفيطنات كيلبسوا تبارك الله الرجال كيجيو من داك الشيء رفيع. انا بعدا دابا عرفتي بين عيني دوك القفيطنات اللي وريتيني لانهم جاو روعه تبارك الله عندهم عطاك الشيك. السوزدي عنده واحد النخوه عنده النخوه الراجل اللي كيلبسو كيجيه النخوي السوزدي القيمه ديالو فيه يعني كيف ما كيحتاجش الخدمه بزاف واخا تخيطيه غير بالماكينه ما ديري فيه لا خياطه المعلم لا والو كيجي هائل وكيجي تبارك الله عنده الكيجي حلو ديالو. نعم اييه ناخذوا سؤال اخر والله يكمل بالخير لاله. سي جمال عافاك جاوبوني ما عرفناش السؤال شنو هو ما عرفناش السؤال باش نجاوبوك. سؤال كيقول السلام عليكم عباشركم مبروكة مسعودة اختي سكينة والمبدعه الجميلة ديالنا لاله خديجة الحجوجي معكم أمينة من كازا الله يجازيك بالخير عندي هاد التوب وبغيت نخيطو ولكن ما عرفتش شنو يجيني فيه واش من لون باش نخيطو لكم جزيل الشكر تحياتي أو حبيباتي شكرا ليك لاله. هذا فيسكوز باين فيسكوز غادي يجي جليلبة تكون فصلة على قدها وقصيصرة شوية وتخيطها بهذاك اللوين ماشي اللون ديال الأرض تخيطها باللون ديال الوريدة الزرقاء غادي يجي تجي جلابه هائله جدا يا اما نص تزايري يا اما بالبرشمان وعقيدات وهادو يعني هاد اللوين هاد الجلابات بحال هكا يستحسن ملي كيجيو قصيصر تلبس معاهم شي صوندال بلا ولا تلبس معاهم لا ولا ولا صبيبط ولا موكاسا ولا اللي كيجيو حلوين كيجيو حلوين. نعم ناخذوا مكالمه لاله خديجه.
هاد المره معانا لاله ايمان من السماره. مرحبا بنا السماره. اهلا لاله ايمان. لاله ايمان، لاله ايمان اذا نقطع الخط ناخذ امينه هاد المره من طنجه. لاله امينه مرحبا. السلام عليكم لاله. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس مبروك ان شاء الله. علينا وعليك لاله باش نسمنيتي يا رب. بارك الله فيك. الله يحفظك. مرحبا لاله، مرحبا وعش مبروك بصحه وسلامه. الله يطول عمرك. الله يخليك. عندي واحد التقطيعه ديال جهاره، ديال حيج جهاره فيها الثقلي. ايه حضره بها واش معمله قفطان او معمله جلابه جلابه صواب، وحير هي بلون كاسي فيها الذهبي. نعم. وما عرفتش واش نعملها، شنو هو قفطان اللي غنعملها من تحت. غدير لها القفطان ديال اللون ديالها، في اللون ديالها في البلون كاسي. نعم. وغادي تخدميها بجوهره، وغادي ديريها جلابه. نعم تقدري ديريها جلابه الحضور، وديك الراندا غتخلي فيها شويه ديال السقلي على قبل دوك الخطيطات السقلي اللي عندنا في جوهره. نعم. وعندي واحد الثوب الكري والحديه ديالو بالكري، هو كري في الكري غير واحد بحال واحد الضويمات منه باردين شي شويه. ايه بغيت نعملو لبسه، شنو اللون وشنو ندخل فيه؟ واش نعمل له العقيق او واش نخليه سامبل؟ واش شنو بغيتي ديريه لبسه؟ بغيت نعملو لبسه. هو من هو جوج توابات، كي الفوقاني كي التحتاني. لا عنده التحتاني ديالو عادي. ايني نعم. اها هي لاله غادي تخدميها لبسه، ديريها لبسه. تقدري تدخليها تدخلي فيها السقلي، سقلي ارجنتي. السقلي مع الكري. اييه سقلي ارجنتي. نعم. غادي يجي مزيان. تقدري ديريها بالموزونه، تقدري ديريها بالطرز الرباطي، تقدري ديريها بالبيرلاج في الجناب بجوج والظهر والكمام، وتقدري ديري الحزام بنفس الطريقه. والسفايف ديريها اما بالسفايف يا اما بتزايري، تزايري ونص. وغادي تجيك لبسه هائله جدا. غادي نحلقوا عليها شويه وغادي تعجبنا. واخا كري واخا لون كري غادي يجي مزيان. هي علاش لا. شكرا لله. مرحبا لاله. مرحبا. وغادي نرجع للسؤال المستمع اللي سولتنا على التليجه، كتقول عفاك اختي سكينه، شنو منتوب ندير لداخل حيت ما كنفهمش التوابات. الله يرحم والدينا. شكرا. ان كريب، ان كريب شيف شيبي. دير الكريب على حسب الارض، الارض اللون ديال الارض ديال التليجه. اييه اييه. سؤال اخر كيقول السلام عليكم جميعا، مبروك عيدكم. عفاك اختي سكينه، سولي ديال المصممه خديجه. عندي توب خيط مخطط لكن فيه الطول وما فيهش العرض، قال لي الخياط غادي يجيك غيجيك خطوطه عرض ماشي طول، وانا طويله مغليضه مرقيقه، عفاك جاوبين. شنو قالت لنا الثوب شحال فيه؟ ما قالتش لنا الثوب، قالت لنا الثوب مخطط ولكن فيه الطول وما فيهش العرض. تقدر تقول لنا العرض ديال الثوب شحال باش نقدر نجاوبها؟ ما نقدرش نجاوبها، ما كانش عندي العرض ديال الثوب. اييه خاصك تعرفي بالضبط. سؤال اخر كيقول السلام اختي سكينه، مبروك عيدكم. مرحبا لاله سعاد. شكرا. عفاك سولي المصممه ديالنا، عندي ثوب مليفه كحل وبغيت نديرها براندا بالعقيق، اش من لون ندخل عليها وشكرا. ثوب كحل وبغات ديرو براندا بالعقيق. اياه شنو السؤال؟ اش من لون تقدر تدخل مع الكحل؟ غدير الكحل جميع الالوان كتوالم معاه، دائما كنقولها اي لون طاح لها على بالها كيعجبها تقدر تدخله مع اللون الاسود. كيجي مواتي وكيجي مناسب. كولور دو باز تقدر دير معها اي لون. نعم. سؤال اخر كيقول السلام عليكم، الله يخليك، بغيتك تسولي ليا لاله خديجه، سمعتكم كدوي على الالوان الفلاشي، انا كنخاف منهم ما كنعرفش كيفاش نلبسهم. ايوا لي كولور فلاشي عندهم وقتهم فين كيتلبسوا، ما كيتلبسوش دائما. هنا هذيك قدامنا واحد الولا فيها واحد لا كولور فلاشي دي ديورا، لانها كتعطي واحد لو سين كوم كوا راه لونيغ راه الكاميرا راه لونتين خدام. لي كولور فلاشي كيتخدموا بزاف في الحوايج ديال السبور. مثلا كتشوفي دائما كتكوني غاده كتلقاي شي حد لابس برديله وفيها واحد الكولور فلاشي كترتي من بعد. هذاك اللون كيعطي واحد الانذار، ان الا كان جاي شي حد بالطوموبيل راه كيضرب ليه داك الضو في عينيه، خصو يرد البال بان راه غادي شي حد في الجنب لابس داك السبرديله وغادي كيتمشى. يعني هذا هو علاش كيديروا لي كولور فلاشي في الحوايج ديال السبور، باش الانسان ملي يكون غادي كيتمشى ولا كيكون باش اللي غادي بالطوموبيل اولا بالموتور كيرد ليه البال. يعني كولور فلاشي سيتادير راه كيبان من بعيد وكيعطي واحد التقشقيشه في العين مجهده.
نعم. وبالنسبه الى كانت يعجبوها لي كولور فلاشي بالنسبه للاثواب البلديه ولا، فكنقترح عليها على حسب لاج ديالها وعلى حسب ليفينمون اللي غادا ليه. فقط ما تخرجش به للزنقه وما تسرش به بالزنقه وما تمشيش دير المارشي به، وما يعني عنده واحد حدود لمساحه الداريه، حدود فين غيتلبسوا لي كولور فلاشي. يعني يقدر يتلبس للمساحه الداريه وكيفاش تلبسهم على حسب، بغيتي جلابه بغيتي قفطان بغيتي غتخيطيه بالطريقه ديالك اللي كتبغي وغتحضري به، ولكن ما ديباسيش من الطوموبيل البلاصه اللي انت غادي عليها ومن ديك البلاصه للطوموبيل فقط. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، ارقام الهاتفيه مفتوحه لكم دائما 0522 46 52 52، اولا 0522 88 00 60، ولا 61 ولا 62. حاضره معنا دائما لاله خديجه الحجوجي الاجابه على كل اسئلتكم. غادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمه لاله خديجه. معنا هذه المره لاله فاطمه من ساروداند. مرحبا بنا ساروداند. اهلا وسهلا لاله فاطمه، لاباس عليك؟ إلا كان ممكن الله يخليك نقصي الراديو بقي معنا في التليفون باش ما نتعطلوش في الإجابة وما يكون صدى الصوت. مرحبا. واخا شكرا. تفضل لالا، أهلا وسهلا. عندي واحد كما عفاك. أيه تفضلي. حمر وأنا كبيرة شوية في السن. أيه. شنو عندي في الكمبيوتر علاش؟ شنو هو التوب حمر؟ التوب ماشي حمر كاع. درونا؟ دم الغزال. أيه. شوية. المهم غندير فيه داك الكمبيوتر ولا بالحجر ولا بالحجر؟ بغيتي ديري جليلبه؟ اييه. اييه واخا. نعم. 3 متر. نعم. مرحبا لالا، نجاوبك. الثوب الحمر اللي عندك انت عاجبك وبغيتي تلبسيه هي علاش لا، ديري جلابه ولكن ما ديري فيه لا حجر لا والو. ديريه يا اما براندا ولا ديريه بنص الجزائري ولا واحد زويبقه بلديه من الصدوق، واللون في اللون. والفولار الا بغيتي ديري فولار ما ديريهش احمر، ديري يا اما لون ديغرادي ديال اللون الاحمر، يا اما الالوان اللي درجات الاقل من اولا. غير ما ديروش احمر باش ما يجيش كلشي احمر، وبالصحه والراحه. نعم علاش لا، لبسوا جلابه حمراء علاش لا. كاين سؤال لخديجه كيقول سلام اختي سكينة عواشر مبروكه. انت ولا لخديجه، انا عندي هاد توب خيطو باللون الارض، بلون الارض ديالو، وبغيت لون ديال زيف وساك وصباط. انا نكبر توب لون الارض هو الكوغاي. نعم كوغاي. بالنسبه للصباط والساك غادي ديرهم يا اما باج اولا بلون كاسي، لان ديجا داك التوب راه فيه البلون كاسي وفيه الباج. وبالنسبه للفولار ديرو في اللون ديال الارض، لون الارض اللي هو الكوغاي. نعم. سؤال اخر كيقول سلام اختي سكينه، مبروك عيدكم انت واختي خديجه. انا هاد انا عاد مبتدئه في صلت واحد جلابه وجات في جناب واسعه، واخا درتها مسدوده ودرت 41 سنتيم في الايفازي، من التحت هي عندها صدر 31 سنتيم والكرش 33. عفاك جاوبيني الله يجازيك بالخير. شنو المشكل اللي عندها؟ جات عريضه قالت لك من الجناب. جات عريضه من الجناب، واش من الربوعه التحتانيه اللي دارت فيهم 41 اولا من الجهه لاطاي؟ انا السؤال ديالها ما مفهومش، باش غادي نقدر نفهمها كيفاش تعاود تفصلها. الى عاود قدرات كيفاش تعطينا لي ديتاي غادي نجاوبها. واش جات من يعني الجهه بالضبط جات من عريضه؟ اكزاكت. هي قالت جات جلابه في الجناب واسعه. في الجناب سي تادير من جهه لاطاي، من جهه لاطاي. قالت لك واخا درتها مسدوده جاتها عريضه، سي تادير من الربوعه. قالت انا عاد مبتدئه فصلت واحد جلابه جات في الجناب واسعه، واخا درتها مسدوده ودرت ليها 41 سنتيم في الايفازي من التحت، هي عندها صدر 31 سنتيم والكرش 33. عفاك جاوبيني. المشكل خصها تفسر ليا منين جات عريضه. انا ما فهمتش منين جات عريضه. واش من صدر اولا من لاطاي اولا من الايفازي اللي دارت اولا؟ ما فهمتش السؤال. لاله فاطمه قالت اسميت هاد الخياطه الله يحفظكم. خياطه هذا موديل تما كاين طرز. كبري لي شويه الصوره. لا ما يمكنش تكبر كثر. كتبان لي راه ندر رقيقه وجناب طرز. بانوا لي تريسنات
هادوك تريسنات نازله بهم جلابه وكاينه تريزا في لي دو كوتي تريزا رباطيه يمكن بالماكينه ديك تريزا الماكينه ولكن جات هائله جدا اييه جات هائله البيض وتحط فيه داك اللون هائله جدا نعم ولبسات باك الله كلها مقومه بلو ساك ديالها بالصبيبط ديالها جات مخيره من داك الشيء اييه نقول بلاتي هي بغات تكبرها لينا وفاء او ما كبرتش لا باينه 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 هذيك مخيطه غير بالتريسنات شفتيها ما فيها لا حاد لا والو غير بالتريسنات وهذيك الزوقه ديال الطرز رباطي في الجنب بجوج هادشي وفاء مصره تيليشارجاتها وكبراتها المهم هي بان دابا سي بون هذيك التريسنات في الجنب مشكوره مشكوره جزيل الشكر سؤال اخو كيقول ما عرفتش شحال عندي ما عرفتش شحال عندي فيه في العرض لكن قال لي الخياط نتي طويله والثوب ما فيهش الطول كافي باش يجيني جلابه قال لي غادي تجيك جلابه بالخطوطه واقفين ماشي عموديين وانا طويله واش ماشي مشكله خيطه بالخطوط واقفين انا كنقول لهاد السيده ولجميع السيدات اللي كيستمعوا لينا ان الثوب اللي كيتخيط في العرض ديالو في الخطوطه تيكون في العرض فهو ديفو كبير وخطا كبير وكنقول للسيدات عمرهم ما يلبسوا جلابه مخيطه على العرض ديال الخطوطه هذا خطأ ما كتجيش جلابه ما عندها حتى شي معنى ان تجي جلابه بالخطوط عرض نعم ناخذ سؤال اخر وبطبيعة الحال كنرحبوا بجميع الاسئله ديال المستمعات الكريمات هذه مولات الفصاله كتقول من الجنب لتحت من الجنب لتحت يمكن من الجنب اللي طاح ولا من اي لي فازي من الاي فازي جاتها واسعه من الاي فازي قالت من الجنب اللي طاح لقيتها انا اي لي فازي من التحت لقيتها ملي كنبغيو نفصلوا الاي فازي كنمشيو حتى لجهه لاطاي وحنا غاديين عاديين بحال غادي نفصلوا جلابه طوا ولكن من كنوصلوا لجهه لاطاي كنديروا الاي فازي ديالنا اللي بغينا وكنخرجوا به ازيرو وملي كنخرجوا ازيرو كنلقاو في داك الربع ولا عندنا فيه اما 42 اما 43 اما 45 هذاك الشكل اللي بغينا حنايا الا جاتها بزاف عريضه هاد السيده فغتمشي لجهه لاطاي وغادي تدخل واحد جوج ديال السنتيمتر وغادي تهبط عاوتاني واحد الهبطه واحده اخرى جهه الفتاحي وغادي تصغر شويه الايفازي وتقدر دير واحد جوج فتيحات من الجناب باش تقدر تخطوي السيده ماشي ضروري ديرها مسدوده هي بالجي مواتيه وجي مواتيه وغادي تبقى تلبسها نعم لالا خديجه ربما هذه المشكل دابا شي مرات السيده كتضعف مثلا اولا جلابه كتكون كبيره عليها شي شويه واش ما كتشوفهاش بان ديفو مثلا الناس تكون مفضفضه على جلابه ماشي سيغ ميزور ايوا على حسب الناس شنو كيبغوا واش كاينه السيده اللي كتبغي جلابه سيغ ميزور بحال كسيوا كاين السيده اللي كتبغيها تتقول لك لا انا خصني تكون ما تكونش صغيره يعني ماشي عيب الا كانت هي ماشي عيب خياطي الا كانت مفضفضه شويه ماشي عيب ولكن كيف ما كيقولوا لبس قدك يواتيك الا كانت مفصله على القياس ديالك وعندك كتجلسي براحتك فيها ومزيانه وما مبيناش لك العيوب ديالها سمو فايه علاش لا لبسه مفصله على قدي على حسب الناس عاوتاني كل واحد كيفاش كيبغوا لكن قد اللي كانت جلابه شويه ماشي عريضه بزاف وماشي ماشي ماشي مولانت بزاف كنرتاحوا فيها وكنخرجوا بها براحتنا ما كنلقاوش مشكل نعم لالا خديجه كالعاده ما سخيناش بيك شكرا بزاف ليك لالا اختك الله يحفظك وتبارك الله عليك ومره اخرى عواجرك مباركه مسعوده ان شاء الله موعدنا متجدد باذن الله في الاسابيع المقبله شكرا جزيلا شكرا سكينه شكرا للمستمعين والمستمعات والطاقم اللي كيرافقنا دائما وعواجركم بركه مازال الله يخلينا على خير بالصحه والسلامه الله يحفظك والحمد لله على سلامه الحاجه مره اخرى والله يزيد فرحتها بطبيعه الحال وتحيه للجميع والله يشافي كل المرضى يا رب كنشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج وسامحه في استقبال مكالماتكم شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه شهيه طيبه كنتمناها لكم نرجع نتلقى بكم تمام الساعه الثالثه وبرنامجكم استشاره قانونيه دمتم في رعايه الله الى اللقاء